سيدو دي زاد، مرحبا بك معنا. الله يسلمك ياسين، نشكرك على الاستضافه اخويا. الله يرحمك، شرفنا بحضورك. الله يسلمك ياسين. ناس شلف وشراهم والله، لا راهم بيان الحمد لله، راهم يسلموا كاع. سلم عليهم بزاف، الهداده. تحيه كبيره لكامل الناس الشلف وناس الغرب. الله يسلمك سيدو. كون نقول لك للناس اللي ما تعرفكش، عرفنا عن نفسك واش تقول لي. سيدي دي زاد احمد بن جابري او جابري، جامعي، ماستر دو اون سبور. كملت قرايتي في 2017، بديت لي فيديو اون 2015، دخلت تلفزيون. خبيه صح. كون نقول لك سيدو ممثل، معلق ام صانع محتوى، واش تقول؟ كاع مو صانع محتوى، ممثل ومعلق ومقلد اصوات، متعدد المواهب، ونغني ثاني. سيدو حكايتك، يعني اسكو تشوفها في النهار الاول اللي ديكوفريت بلي انت بالك تحب هذا الدومين، النهار الاول اللي رفت كاميرا ولا درت فيديو ولا تشوفه؟ حاجه الاولى كاع حليت اون باج تاعي سميتها سيدو دي زاد. ايا كنت بروبوزيت على صحابي، قلت لهم زعما نبغي نخدموا فيديو هكا تاع لا دروغ، وكاش الافكار الاولى اللي يجوكوا كاع غير تاع لا دروغ، ولازم نوعوا الناس وكاع. جاتني ليدي حليت اون باج، واحد جارنا كتب لي فيها بون كورا سيدو، ودرت فيها بيرسون سيلبر دون لو موند. ضحكت الجميع، اصحابي يضحكوا عليا. قلت لهم معليش، خدمنا لا فيديو الاولى كاع، مشات جابت غير 12 كا ولا ما على باليش. عجبك الحال؟ عجبني الحال. ومن بعد موراها بديت نخدم انا الاخراج، السيناريو. حلات سيدو، قول لي حلات. حلات مع لي كومونتير شابين وكاع تحلى. لا لا لاباس. وكيفاش ديكوفيت انه سيدو معلق صوتي، يعني يقلد الاصوات؟ يقلد الاصوات كنت ملي كنت صغير، ملي كنت بالك عندي، كنت نقرا في بريمير، كنت قلد الافلام المتحركه، كنت نقرا الرسوم المتحركه باسكو كنت نتفرج بزاف، كنت نقلدهم. من بعد بقيت شغل نسيت باللي انا نقلد الرسوم المتحركه. من بعد بديت في المعلقين تاع سبور وكذا وكذا وكذا. من بعد موراها عاودت ديكوفريت باللي انا كنت نقلد ديجا الرسوم المتحركه، وعندي بوكو دو فوا، عندي بليس دو 50 فوا نقلدهم. الله يبارك. من ثم ديكوفريت روحي باللي انا صوتي صعيب شويه، ما قدرتش تقلد. غادي انت وعر الرئيس شويه. سيدو في كل البرامج اللي شفتها اللي استضافوك فيها تقلد لهم شخصيه معينه. انا حنقول لك امر مختلف. هكذا يعني في كل شخصيه قلدتها، يعني تقلد شخصيات فنيه واشخاص معروفين ونجحت في ذلك. انا اليوم راني حابك تقلد لي بعض. يعني بليك راح تصعب لي، راح تدلع. لا لا والله ما حنصعب لك، راني حابك تقلد لي بعض المقرئين. يعني مقرئ او اثنين من اختيارك، قلدهم لي يا اخوي. بسم الله. معليش باش نبدا. شكون؟ سوديس. تفضل. صعيب شويه بصح تقدر لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله سيدي، يعني تقدر أنت تروح تصلي بالناس التراويح وكل نهار مقرع. عادي. أول مرة صليت بجماعة كنت في وهران، كنا في بلاصة، كنا فاكونس، وما جاش الشيخ، قلت انا بنصلي بها. وش باي صوت صليت بها؟ بصوت شورين. بصح شي هي باب اللي كي وقفت في المنبر رجليا بداو يصطفقوا. خفت. مش سهلة ومسؤولية. ما شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق. سيدو انت كونك في المجال الفني، بزاف ناس نسات انه سيدو دي زاد شارك في سلسلة عشر لعشر نيشن الاولى، ياك؟ سيزون 1. سيدو وعلاش ما شفناكش في المواسم بعدها؟ بون، في 2015 في سيزون 1 بعد ما درت الرول تاع حفيظ الراجي تاع لابول ماجيك تاع ليها، انقطع البث كما الخطره اللي فاتت. موراها كان عندي دوزيام كونطرا مع ميسيو جعفر قاسم، بلي نوجه له التحيه.
ومن بعد الكونطرا هذيك تانيلات، قال لك الحلقه تاعك تانيلات كومبلي باسكو انا ديري ديجا سينيت الكونطرا تاعي وكاع نستنى يعيطوا لي. ما عيطوليش ابري لافان تاع لافان تاع تورناج كاع، رحت ليهم هضرت معاهم قلت لهم على ما عيطوليش، قال لك اودي نحينا كاع الحلقه. قلت لهم معليش، قلت لهم او ما كون عيطوا لي قلتوا لي بلي اودي نحينا باه نشوف برودوي واحد اخر واحد يتحرك يبوجي. ومن بعد موراها في التروازيام في الجزء الثالث كان عندي اتصال، كانوا يحوسوا ليميتاسيون دو فوا تاع بعض الممثلين باش تقلد بعض الممثلين، باش نقلد بعض الممثلين. ايا ومن بعد عرفت فما عرفت انا السيناريو كيفاش راح يكون وكاع. من بعد كنت نستنى في الاتصال تاعهم باه يقولوا لي بلي روح تقلد وكاع. يا ابري تبدل كاع السيناريو وجابوا دي كوميديان جدد. يعني ما كتبتش؟ ما كتبتش، ما كتبتش. ان شاء الله يكون عندك فرص اخرى في اعمال كبيره بعدها. اسكو شاركت في كاش عمل او ما تمش الاتصال بك؟ بعدها ما قعدت مع الجروب تاعي باسكو موراها عندي جانا دخلت في الجروب 2017 الجروب تاع شورت كانت. قعدنا نخدموا مع بعض وجاوني اتصالات في قبل رمضان، وحنا كنا ديجا تورناج لرمضان ان شاء الله. تسمى ما قدرتش نخلي تورناج تاع في شلف نروح نشوف حاجه واحده اخرى. وحكايتك مع شورت كانج في عجاله واش تحكي لي عليها؟ بون شورت كانج كان بون كنا لوميير جروب بالتالي، كنا جروب يمشي كيما نقولوا حنا نمشوا، كنا نمشوا على بنود يعني كيما نقولوا حنا تروح للعالميه ديريكت صافي. دير كان عندنا بيت باه نروحوا نتفليكس فاهم، وقدر الله ما شاء فعل. ربع سنين تاع خدمه راحوا لنا في الجروب هذاك سيبارا سيبارا الجروب كما سبق وحكينا عليه في حلقات سابقه. بارك الله. يعني سيبيان دوماج، لا تشوف انه خساره للشباب الجزائريين ولصناع المحتوى بزاف. وزدت انا موراها قعدت وحدي لقيت نخمم قلت كيف حتى 4 ولا 5 تاع خدمه تروح هكاك راح تقبط الجماعه هيا ونرجعوا يا نرجعوا. ما بغاوش، ما كانش فيها امل، ما كانش فيها امل. ومن بعد جبدوا هما وحدهم والقنج جبد وحده وجبد قايدن وطارق وحده والقنج وحده. ومن بعد عيطوا لي في لي دو انا ما بغيتش نروح. قلت لهم انت لقيت روحك بين منهم يعني صعب. كل هذه المواهب والتجارب اللي خضتها سيدو اكثر من 7 سنوات او اكثر، يعني دخلت في مجال الفن وبعدها فجاه قررت الاعتزال، لماذا سيدو؟ قلت انا ندير هذا الفن نخدم به وكذا، وعلى كل حال دايروا شغل موهبه مانيش دايروا خدمه ديريكت. مي ما قدرتش ايكيليبري بين الخدمه باسكو انا الكبير في الدار وانا اللي لازم نصرف على الدار وانا اللي لازم نراقب خاوتي وانا اللي لازم نعاون والدي. تسمى ما قدرتش ايكيليبري ما بين الخدمه والفن. يعني انه شفت كنت كونسونطري مع الفن ما فيهش يعني مدخول، ما يوكلش الخبز بمعنى اخر. الفن في بلادنا ما يوكلش الخبز. اسكو راح تولي من الباب العريض؟ اسكو صح اعتزلت وما حش نزيدو نشوفوك؟ كوني يتصلوا بك غدا بالك مخرج؟ اسكو سيدو يخدم ما يخدمش؟ دونك القرار تاعك فيه فرصه انك ترجع عنه؟ بون هذا القرار اللي درته باسكو زعفت بزاف باسكو صراو لي مشاكل في الدار عليها وديت القرار تاعي صافي. ديت قرار كنت زعفان بزاف ديت قرار هذاك وكملت فيه. على كل حال مازالني حد الان مازال ما درت والو، مازال حتى درت حتى فيديو مالغري كاين لي سيناريو كاين كلش. دروك كون نصيب زعما ان بروجي فيه كيما نقولوا حنا بطل سلسله ولا ويكون فيه زعما دخل نقدر نعاود نرجع للجمهور تاعي عادي ونكمل في الباركور تاعي. يعني مشروع اللي يستاهل، مشروع اللي يستاهل ويكون بيان ويكون كيما نقول حنا بروفيسيونيل. ماذا بيا نقدر. نتمنى لك كل توفيق سيدو، وراك مازالك صغير وشخص شاب جاي للدنيا، مازال عندك الوقت باش نشوفوك ان شاء الله في اعلى المناصب والمراتب. سيدو انا حبيت نوري لك صوره وماذا بيا انك تعلق لي عليها. تشوف على هذه الصوره؟ نشوفها لها بيان هذه الصورة. هذه كنا في الليل عند واتش.
الشاي كنا تورناج تاع بوبليسيتي تاع وقت الشاي. هذه صورة كنتو فينا نضحكو كاع فما كاع كنتو فرحانين الله يبارك كاع كنا فرحانين. في فجأة الريف تاعك يروح كاع ياسين شغل ما تقدرش شغل ما تقدرش تخيل كيف كنتو الناس تشكر فيكم 48 ولاية تشكر فيكم والناس قاعدة تقولكم بروفيسيونال ويعطيكم الصحة وين تروح من بعد اللي تلقاه في الطريق يخزر فيك وفان هو كشغل كي تخزر فيه يقول لك دوماج يقول لك علاه حبستو وكذا وكذا. قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل. ما فيهش تشوف انه ما فيهش فرصة انه يعاود يرجع الجروب هذا يسيد بان رجعوا ياسين قبطهم في زوج قبط لي كوتي لي دو غايدا قبط يحني طارق ما كاش حتى امل به يرجعوا مع بعض كيما يسيد درت لهم ما كاش كيف يرجعوا مع بعض باسكو حاجه شغل تبنات على الحيله وقلت لك ياسين كي تبني لي بيت تاعك على الحيله والله وتحرث على النمل ما تربحها اذا يكون بنيته النيه هي اللي توصل بنادم للرياض تاعو ويمشي يكون باسكو علاه ياسين الفنان الفنان ما جاش انسان زعما هكا وخلاص انسان الفنان لازم يكون انسان متواضع انسان حنين يبغي الفقراء يبغي الناس يبغي كاع حتى الحيوانات ويغيظوا باسكو علاه يجي قلبه شغل حنين بزاف يكون مثقف يكون يبغي خدمته ويكون يبغي الخير للناس سينو لما كانوش فيك هذه الصفات ما يقوليش انا فنان احنا نتمنوا تصفى القلوب على الاقل الله يصفي القلوب اذا ما كان حتى ما يرجعش القلوب ان شاء الله القلوب تصفى وان شاء الله نشوفوا كل مجموعه ناجحه ونشوفك انت ايضا ناجح سيدو سيدو نروحوا الوقت يداهمنا نروحوا مباشره مشاهدي الافاضل انا وياكم وسيدو لفقره 20 سؤال سيدو ديزاد عندي لك 20 سؤال جاوبنا عليهم بشكل سريع جاهز جاهز ما هو المشكلة الرئيسي بينك وبين الفنانة سهيلة بالشهب؟ وراك تجيب متصالح يا زين سان دون انا ما سميش مشكل باسكو انا جيتي في المسابقة تاع سوشيال بلا حدود وكانت هي جيري ومن بعد هذيك المسابقة انا ما كنتش راح نشارك فيها حتى هي هضرت قالت لي بدي سيدو انا بنت بلادك ولازم تشارك وشاركت فيها كانوا دايريننا خمسة لي فيديو لازم نديرهم في 8 سوايع بديت بهم ولازم يكونوا بروفيسيونيل وفيهم محتوى بون لحقت الفينال بنختصر الحديث لحقت الفينال الفينال درت الفيديو تاع حاري من اجل حلمك شافته سهيله بالك اشتراك شفت لا فيديو باسكو انت عاونتني بزاف تصويت ياسين كي شافت الفيديو بدات تبكي وجات لي البريفي قالت لي ودي يعطيك الصحه وشرفتني وحمرت لي وجهي وموراها كان تصويت وكاع قالت لي ودي زعما ان شاء الله ربي انت تديها باسكو الناس كاع راهي تقول انت تديها على حسب التصويت على حسب التصويت وعلى حسب لي جيري باسكو هي كانت جيري تسمى هي راهي اي تعرف فاهم باسكو انا كنت كان هذاك لو ميور فيديو اللي حطيناه صح من ناحيه الاخراج ولا سواء اي ابري داها واحد اخر بصحته من بلد واحد اخر من تونس بصحته يا ابري انا زعفت درت ستاتي وزعما انسان زعما ما يوعدش انسان ولا ما يطمحش انسان شغل انا طمحت به نربح فاهم يعني انت طمحت كي قلت لك بلي بالك انت اللي حتكون رابح اكزاكتلي كنا شغل سايك يعني على حسب المعطيات على حسب المعطيات تاعها باللي انا راح نجي وبعدها اسكت اتصلت بها اتصلت بها ما كان حتى ريبونس يعني ما كانش حتى الان ما كانش رد حتى الان ما كان حتى رد منها سهيله بالشهر لماذا لا ينشط سيدو كما كان سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي الخدمه باسكو الكبير في الدار لازم يخدم على دارهم ولازم يعاون والديه تما الخدمه هي اللي رشدتني بها ندير نرجع ندير لي فيديو ما قدرتش نقسم وقتي واش راك تخدم سيدو راني نخدم دون ان ماغازان تاع اللي يبيعوا الحوايج وراني نخدم في المطبخ ديكوراسيون دي سالاد ربي يعاونك ان شاء الله هل فعلا تم الاتصال بك من فريق بين سبورتس نعم اتصلوا بي البين سبور جو بونس عندها 4 ولا 3 درت معاهم انترفيو
وشافوا التعليق تاعي باسكو انا كنت نعمل مقلد معلقين وكاع، شافوا التعليق تاعي وانكوراجوني وقالوا لي ما من القدام ان شاء الله بالك تكون كاينه خدمه ان شاء الله باذن الله، ويعطيهم الصحه. هذه هي. من تحمل مسؤوليه تشتت فرقه شورت كانج؟ بون حنا هضرنا مع هضرنا كنا جروب وهضرنا مع يحيى مزيان بيبدل لاباج وبيبدل الاسم تاع اليوتيوب يرجع كارتل، هو ما بغاش دونك نورمالمون على هذه فرقه الجروب و نتما نحملوا هو المسؤوليه. هل لديك الجرأة ان تقول لي السبب الرئيسي اللي خلاك تعتزل؟ نقدرش. معليش. نقدرش. ما عندكش إجابة. ما عنديش إجابة. بس كاين صوالح في لافي بريفي بزاف ياسين، شغل في الحياة الشخصية وفي العائلة الداخل. ما نقدرش نجاوب بالضبط. سيدو دي زاد، أفضل ثلاث صناع محتوى في الجزائر. من اليوتيوبر. صناع محتوى، انستغرام كلش، انستغرام كلش. دونك كنا حنا الفرقه تاعنا شورت كانت، شورت كانت اللي راه يضرب كارتل، كاين مراد وديه محمد المهدي. بعد 5 سنوات وين تشوف روحك سيدو؟ فنان كبير ان شاء الله، ممثل كبير باذن الله ان شاء الله، هذا هو البيت تاعي. اخر شخصيه الغيت متابعتك ليها على انستغرام؟ ما لغيتش باسكو دانيير فوا درت الانستغرام تاعي كاع زيرو، ومن بعد عاودت ابونيت كاع لي زامي تاعي وحبابي. اكثر مره حسيت فيها انك ظلمت؟ اكثر مره حسيت فيها اني ظلمت، ما تفكرش باللي ظلموني باسكو انا ننسى ياسين، ما مشي واحد يظلمني نخليها ربي سبحانه، وظلم ظلمات يوم القيامة. ما تذكرش؟ ما تذكرش. كون نقول لك اخر دمعة وقتاش طاحت؟ في الموت خالي العراق. الله يرحمه. يسعد. والموت تاع جدة. الله يرحمه. الله يرحمه. افضل مغني راب جزائري في نظرك؟ اللي راه في طوندونس ولا افضل مغني راب جزائري في نظري؟ خذ راحتك، افضل بالنسبه ليك الافضل. كاين زوج اللي هما كاين فلان وكاين ماغلم. رسالتك لوالدتك سيدو؟ ربي يشافيك ميمتي، ربي يشافيك وربي يعافيك ان شاء الله، وربي يشدنا فيك ان شاء الله، باسكو انت هي اللي عاونتيني بزاف وتعبتي بزاف، وانت هي اللي وقفتي معايا في الباركور تاعي سواء في القرايه ولا ملي زدنا، كيما نقول لك الواحد عض اصبعك تنظر، هذه هي الام. ربي يحفظ كاع الميمات، ربي يشافيك ويخليك لينا، خليك تعيش فوق راسنا، والله يرحم الامهات كاع اللي ماتوا ان شاء الله. سيدو شكرا لك، شرفتني بحضورك، نخلي لك الكلمه الاخيره، تفضل. ربي يحفظك ياسين، شكرا بزاف على الاستضافه، يعطيك الخير. المتتبعين تاعنا ربي يحفظكم ان شاء الله، الله يعطيكم الخير وما تزعفوش كي حبست، بالك تكون مفاجاه من القدام ان شاء الله. ان شاء الله تكون مفاجاه في رمضان 2022 باذن الله ان شاء الله، نحب نفهمك ربي ان شاء الله يا ربي، ويعطيك الخير ياسين، نشكر قناه النهار على الاستضافه، وربي يحفظك وبونكوراج ليك انت يا ثاني ياسين. شكرا سيدي، الله يسلمك ياسين، الله يحفظك.